سلام صديقتي الغالية، ان شاء الله دائما في احسن الاحوال. جبت لكم اليوم موديلات ديال القندورة المغربية، قندورة باشكال مختلفة ومتنوعة ما بين العصري وما بين التقليدي. كنتمنى انهم يعجبكم. كما كنعرفوا القندورة ايضا قطعة مهمة وقطعة اللي مطلوبة لانها مريحة، ف كتبغيها السيدة في المناسبات كيف كتبغيها في الأعياد في استقبال الضيوف. فكنتمنى صديقتي أن المجموعة ديال اليوم اللي مختلفة ومتنوعة ورائعة تعجبكم وتلقاو الذوق ديالكم من خلال هذه المجموعة، اللي دائما كنكون حريصة على أنني نجيبكم موديلات مختلفة لكل أذواق، وأيضا موديلات اللي رائعة وأنيقة جدا اللي تناسب الذوق ديالكم الراقي. فغادي نتمنى لكم فرجة ممتعة وغادي نضرب لكم موعد الفيديو القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.